كان بيبي اقول ابو عبد العزيز استاذنكم ونستاذن المشاهدين. معذور ابو حات. واقول ادعوا لي الله يجزاكم خير. الله يشفيك. ما ترى باس تكفير وطهور. والله الله يكتب اجرك ابو حات. انا اليوم انت تعبان. على قولت هنا عندي الكنترول ما شاء الله، يدرون اني احب الحركات هذه القرقاص والبابونج وكذا، مره اجيب لهم في الكنترول. هالمره اشكر اخوي الكنترول علي رابح جزاه الله خير، يقول قبل الحلقه لقيت لي قرقاص وجبتها معنا، قلت اجل خلاص بنطبخه. والله حلو والله طبخ بنصلحه. البابونج هو؟ لا لا القرقاص هو. لا في اللغة بابنج. معك أبو حاتم. لا لا هنا القراص ولا القرقاص. لا ما أقدر. أبدا عشان وما زاده جمال يا أبو عبد العزيز. لبيه. ما زاده القرقاص جمال إلا لأنك اللي بتصلحه واللي جابه علي رابح. الله يسعدك أبو سعود، دائما تعطيني كلام حلو ثم تحمر خدود يا أبو سعود. إنك تستاهل. تبيني أعاونك؟ ها؟ أعاونك. خلاص خلاص نهداك. ألا وش رأيك في صوت؟ أنتوا أعطونا الصوت. صوت نايف. إيه. وأنت. يا سلام لا تبخل علينا يا نايف، كل اللي عندك طبلونك هاته يا نايف. ابشر بسعادك يا ابو لبى قلبك. عطنا صوت عطنا. اسلم انك خذنا زبطه يا احمد. ايه عطنا صدى يا احمد. صوت واضح. اسلم خليك عشان ايه ريحة حمام الورقة من جر يا الموالي من جري الموالي ناحت حمام الورقة يلي نويت الفرقة والله ما أنا بالتالي والله ما أنا بالتالي يلي نويت الفرقة. سلامتكم. سلام الله يصحك. ريت ما شاء الله ها ابو سعود انا ودي اساعدك ومول عندك. حياك تعال مول عندي تعال. هي شغله سهله لكن ما رد زين في خاطرك. نبيت يا ابو عبد العزيز ما دامك يعني انت ما اشتغلت الشغله هذه الا لانها فوائد صحيه. ايه يا ليت المشاهدين يعرفونها بعد اذنك. والله شوف من ناحيه القرقاص. ايه هذا من جوجل عرفت علي عشان ما ينسب شيء لي. هذا من جوجل لو كتبت فوائد القرقاص. ايه يقول لمعالجة آلام الكلية وآلام كرمته والمجاري البولية وعند وجود رمال في البول شاهي القرقاص يستعمل لأمراض كذلك البروستات ويستعمل لتنقية الدم ويستعمل القرقاص في حالات فقر الدم لأنه يؤدي إلى تكوين دم جديد. شاي القريس. حنا نحب كل شيء مفيد في برنامجنا نجيبه. القرقاص ذا وش؟ ها شفه هذا القرقاص كان تجيب الكاميرا لنا يا شوف هذا القرقاص ها تعرف هذا؟ الله الله هذا وما ادري شو تسمونه عدد والله من بقى. قراص ناس يسمونه قراص ناس يسمونه قرقاص ناس يسمونه قريس تختلف المسميات لكن اخو البابونج هو اخو البابونج لكن هو من نفس الفصيلة. اي الله الله حسب معلوماتي القاصرة لانها منظف الكلى مثل البابونج ومثل الله الله شوفها والبقدونس و... شوف معلوماته في جوجل شيخ جوجل. ايه. عطنا صوت اجل يا نايف ونصلح. ايه. اصبري يا عين لا تبكين واعتنز يا قلب لا تنضام ما على وجه البسيط غير والعبر في دورة الأيام إن ثنوا دون الخوي صفين يا سلام حطوا الأنفس ذرى وحزام ذي حياة ابن آدم المسكين لو فرش ريشا نعام ونام. يا سلام يا سلام أنا أبيها ثاني مرة لهد. أصبري يا عين لا تبكين
واعتنز يا قلب لا تنضام ما على وجه البسيط خير والعبر في دورة الأيام انثانا ودون الخوي صفين حطوا الأنفس ترى وحزام في حياة ابن آدم المسكين لو فرش ريشا نعامنا. سلامتكم. يعني ايش رايك في صوتي؟ لي مستقبل؟ انت استاذ يا ابو عبد العزيز. يا الله يا الله، انتم تعطوني كلام كذا يرفع المعنويه. انتم يا الاعلاميين ترى ما شاء الله عليكم. والله شوف في كل شيء تتقنونه. والله انا يعني جاني واحد ما ادري هو ان شاء الله انه ما غشني بس يقول ان صوتك زين. عرفت علي؟ عاتنا. بس مشكلة اني زيك ما حفظ. ما عليه بنجر معك. ما حفظ والله ولا ابرك. ودي والله ودي ان شاء الله نعد الشباب ان شاء الله في الحلقة القادمة ان شاء الله مشاهدينا اني اجهز لهم صوت. الله 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 الله. اسلم. من قال يا سلام؟ يركب الله. ها إيه؟ الدعوة حكم في حكم على بس نبي يكفينا شر الهواء بس البخار الحار. نروح نتقهوى اللي تبيهم نشوف طعم القرقاص. يا سلام يا سلام. طيب بيض الله وجهك بيض الله وجهك. ها الله يشفيك. تعبان؟ اي تعبان والله. كان وديناه اجل. لا لا هو ها قلنا شوف السواق يودي. لا قال بوصل قلت ما عليه بس تصدق له ب 450 نيتنا الله يشفيه. بيض الله وجهك يا ابو منيره. ابو منيره ما شاء الله تبارك الله عليك دائما سباق في الخير. انا قلت قبل شوي ابو عبد العزيز ما ادري سمعت. انا من يوم يعني الحمد لله 20 سنه تقريبا تعينت. كنت 300 ريال شهريا. طبعا اذا جاك خصم خصم قسط ولا شيء تضايق، لكن اذا جاك خصم صدقه ذات السانس. يا سلام يا سلام. الحمد لله على مر الحين 20 سنه وصلت 3000.